عصبية اندفع على طول نفس انا لا لا انا اساسا حتى قلتها العصبية اندفع على طول يا سلام عيال 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 واحد 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 يلا السؤال ايش هذا السؤال ترك ما في سكب الا واحد قضيت لا اللي عليهم سكب لا 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 على الجميع لا لا ما كل سكب يعني بيجيهم سؤال على الجميع اوكي السؤال السؤال قوي تمني عادي نعتذر إيه؟ عادي نعم لا 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 عادي عادي يا أخي طيب يصبر يا أخي يصبر واحد واحد خلنا نشوف الأسئلة لو صلك لو صلك الدور نرجع بالوقت لين التصفيات ها إيش علم شخص ينقبل وشخص ما ينقبل معنا إيش علم إيش علم محمد عادي لو تغير محمد من إيش علم إيه لا ولا عندك إيش كبطيني ما عندك إيش كبطنا وصلنا إلى نقطة ضعفه سالم عبد الله فهم عند السؤال عند محمد طيب أبغى السؤال دقيقة اسمعوا ها نرجع لين التصفيات حلو في ناس طلعوا في ناس دخلوا اللي دخلنا إحنا حلو في شخص ما كنت ابغاه يدخل ويوم دخل تغير عادي خلاص يا ولد يا مسلم بس ها ها دقيقه دقيقه طقطقوا على اسم هذا اللي موجودين قاعد خذ راحتك كل واحد كل واحد له سؤال يا سالم شيل الليله يا سالم خلني اوصلكم سؤال وصل وصل يلا عطوا عيد السؤال خلونا نرجع للتصفيه في اشخاص طلعوا حلو كان ودك انهم يكونوا موجودين اختار واحد ودك مكان فلان يعني ودك تطلع مش على واحد من برا وطلع واحد نظراتك له بعد ما دخل عاشر يا اخي طويل لا ما انا شغل في اللي بعيد واحد تغيرت وجهه نظره لنا في الشباب واحد من اخويا واحد ما تمنيت يدخل وتغيرت وجهه نظره واحد ودك انه دخل اسم بس لا 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 نبي واحد تغيرت وجهه نظره لا في احراج نواف في احراج اللي هنا واللي برا عقب عرفته عقب عرفته زين عطني اسم بعد البرنامج ولا نقول في البرنامج يمكن انت ما عشت معنا الا ايام الفرق الطرف انا ما صراحه هو انت ولا تستثنى من العشره صراحه انا اللي عشنا شخص تغيرت نظره جبر الخواطر ما يمديني انظر انا ما حتى سوى عطش كبل مع ايه انت شخص تغيرت نظرتي له من الاسوأ الى افضل زين حلو اجيالنا حلو صار ما انا تحسف انه حط سكيب انت سؤالت السؤال وهربت من الاجابه لا جواب قال عجيب اي يبان انت وش قلت قلت شخص تبي يجي لا لا غير لا 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 غيرنا السؤال غيرنا منع على الاحراج غير منع على الاحراج اسامي طبيعيه لا منع على الاحراج غيرنا قلت انا تغير واحد ما كنت فاهمه ما كنت تغير وتجي ما كان بس تغير نظرتي يوم 10 فرجه تفضل ابو مبسوط بني عد لا لا انت عاد عندك سكيب يلا يلا ما عندك عندك سكيب الجواب غلط خليني افكر الصدق عشان اعطيكم الجواب اللي شلون تفكر اكيد ليش تفكر يا اخي 27 ترى 27 لا اي صح الموجودين ولا مو موجودين يلا سطر اسمي ايش كنت توقع الصراحه اي انا اسمي انا قلت تعالى والله قلت تعالى زينه زينه والله بلا زينه بلا هم يلا تقوم تشد خلص يا نواف انا فقدت شخص سنين ها يلا دقيقة وش بتغني ابو هلا ولا ابتذكر يلا نواف لازم تخلي اتذكر لا انا قد قلت قبل نواف الاكربي لاني اول مرة واجهته الرجال مندفع قلت هذا شو هاي بيتهاوش بيتهاوش بيطقطق عليك ايه بس ابو محمد ونعم طلع والله انه الان من اقرب الاشخاص لي استاذ خالد عبيد انا الـ 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 الاخ العزيز الغالي ناصر بن قمره استاذ مشعود نعم نعم الشارب القامه الهامه نعم الشارب نعم الشارب مشعود استاذ على حسب سلطان ريال انا قلت له والله ريال بلوي محمد استاذ محمد خالد عبيد يا شخص تصعيد خالد عبيد اسالك بلا جواب صادق في ذمتك في ذمتك في ذمتك والله تسال عنه صار كويس صح والله اذا رجعنا لذمتي والله ما في ذمتي والله حق واحد لا 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 ما بيصير صراحه يعني اكذب عليك اقول انا ترى والله العظيم انا من اول مره اعرفك وبالمختصر ما يحتاج اخوك اميزك يعني انا صراحه انت اللي حطيت عندك نقطه سوداء ورجعت لك وشلت النقطه السوداء شكرا لك شكرا على المشاركه مش على اتمنى انا يا طول العمر نسيته هباس هباس توقعت ابو فرج توقعت ان هم شفته يعني ما بدون 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 شرح المايك من بعيد تفضل هباس لا لا يقول سلطان في البدايه بس تغير النظر
من ثاني يوم يمكن ثالث يوم تغير بنظرتي. طيب في سؤال الحين بنعكس السؤال، من اول شخص تقبل تعرضه؟ ها؟ اول شخص تقبل سؤال اول من شخص تقبلته. انا اول شخص تقبلته. طيب انت تقبلته انا. حلو وانت قاعد. اي والله اي والله. يلا انت بدل المشاعر. ها جبر خاطر من اللي دخلوا معنا إيه. شخص من اول ما شفته حبيته. حمد غضية بس غير. لا خل لا اللي موجود توقع زايد وتقبلته. لا زايد كان يعرف على طول دخل مع محمد. زايد تعرفه قبل البرنامج؟ فترة بسيطة. حلو البرنامج مين شفت الوجيه ذولا قلت هذا قبلت؟ والله الصراحة ريان يستاهل. يستاهل محمد يا حليل. نواف انا جاء في بالي ريان وبغير عشان غير. لا ما انا مغير. لا ما انا مغير. لا والله ابو محمد انه مقبول وله محبوب، لكن اول واحد تقبلته ابو عبيد اجي يستاهل. اول واحد تقبلته اول واحد دخلنا مع بعض من سوا. عاد يقول قصة. هذا يسر بس قبل 3 شهور من دخلنا البرنامج في شخص قابلته، والله اني يوم دخلت وقدمت للبرنامج وقلتها له، قلت يا الله يا رب انك تقبل معي انك تقبل معي فيصل مساعد اللي هو سالم اسمه فيصل قابله بالبزنس والله. ودعيت سبحان الله اول ما دخلت الا بالباب قدام اول واحد والله يساعد. لا 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 انت تعرف بالتصفيات. مساعد انا اقول لك قابلته بالتصفيات وقلت الله ان شاء الله يجمعني فيه بالبزنس. انت بالبزنس؟ لا يقول لك سكريبت. هو قابلني وقال دخل معه. دخل انا يوم دخلت اقول لك اول واحد تقبلت هالرجال ذا. يوم اني دخلت فتحت الباب قدامي هذا هو. شوف زايد محمد ونعم ما تقبلت احد. انت ما تقبلت تقبلها. ايه وضع يمدح على احنا ها. من يا ابو عبد الله او صراحه ابشر بسعد. لا بدون مجامله. لا لو قلت برا البرنامج بقول لكم ناصر بن قمره والمخسر، لكن هذا قبل ما اعرفه قبل البرنامج. لكن في البرنامج بصراحه حط من عمرك. هذا شهد